يعني كان شيء جميل ان تيار الاستقلال اللي بيضم العديد من رموز الاحزاب ورموز الحراك الشعبي والسياسي والفني والثقافي انه يستضيف سيادة السفير النهاردة ويدور هذا الحوار اللي كله أخوة وود وإخلاص وتأكيد على مدى قوة هذه الأواصر بين شعبين البلدين في مصر وفي روسيا، وقد إيه الشعب في روسيا بيقدر زيارة سيادة الرئيس السيسي وإعلانه أن مصر تقف إلى جانب روسيا في ظل هذا الحصار الاقتصادي اللي تم إعلانه عليها، وأن أيضا روسيا من قديم لها مواقفها الإيجابية بالنسبة لمصر، وكل الرموز اللي كانت حضرة هذا الاجتماع وجهت الدعوة لسيادة السفير لتقوية ولتعميق هذه العلاقات والانفتاح بشكل أكثر على الاستثمارات وعلى الوقوف إلى جانب مصر في مواجهتها للإرهاب. زي ما بقول لحضرتك، هو اتكلمنا في مسألة الوقوف ضد الإرهاب، مساندة مصر في وقفتها هذه، الانفتاح أكثر في مشاريع الاستثمار، دعم السياحة بشكل أكبر، لأن السياحة للعيان واضح أن السياحة متراجعة جدا، أيضا فتح باب البعثات مرة أخرى، والعلاقة القائمة القديمة والأثر اللي سايباه روسيا لا زال لغاية النهاردة واضح في أكاديمية الفنون. احنا في أمس الحاجة لاستمرار هذا الدعم وهذه العلاقة، وأيضا زي ما احنا محتاجين وقوف روسيا إلى جانبنا، مصر زي ما سيادة الرئيس السيسي أعلن تقف وبقوة إلى جانب روسيا في ظل هذا الحصار الأوروبي الاقتصادي.